اعتمدت حرم صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة يومي 10 و11 من ديسمبر القادم، موعدا لانعقاد الدورة الثانية للقمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة التي تنظمها مؤسسة نماء بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة المعنية بالمساواة بين الجنسين والنصير العالمي الرئيسي لقضايا المرأة والفتاة. وأشارت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي إلى أن انعقاد الدورة الثانية من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة في إمارة الشارقة يؤكد التزام الإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة بدورها التنموي محليا وعالميا ودعمها لأهداف التنمية المستدامة، وخاصة تلك التي تعزز مساهمة المرأة في بناء مجتمعها واستنهاض اقتصاد بلدها. وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة أكدت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة الالتزام بدعم كل النساء في العالم وبشكل خاص النساء في مناطق الصراع وأماكن اللجوء وفي المجتمعات النامية التي تكافح بمختلف فئاتها لشق طريقها نحو التنمية. واعتبرت سموها أن دور المرأة في تلك الساحات التي تتعرض لظروف استثنائية صعبة دور مركب وصعب ومصيري في الوقت ذاته، فعلى عاتقها تقع مهمة الحفاظ على وحدة الأسرة والمجتمع وحماية القيم الإنسانية لدى الأبناء.